من كان وليا على أيتام ولهم عقارات أو لم يكونوا أيتاما، المهم من كان محجورا عليه لمصلحة نفسه، فإنه إن كان لديه عقارات فلا يجوز أن يتصرف فيها، فلا يجوز للولي أن يتصرف فيها لأن لها ذات أهمية، إلا إن احتاجوا واضطروا إلى أن ينفق عليهم، هنا يبيع هذه العقارات أو يبيع جزءا منها لينفق عليهم، أو كانت هناك غبطة يعني سيستفيدون إذا ارتفعت الأسعار ارتفاعا عظيما وهنا مربح لهم، هنا لما تصرف الولي تصرف لمصلحتهم فيكون تصرفه تصرفا صحيحا، ومن ثم فإنه لو بلغ هذا المحجور عليه وزال عنه الحجر فقال بعت العقارات من غير ما ضرورة أو من غير ما ربح، فإنه لا يلتفت إلى قول هذا المحجور عليه، وإنما القول قول هذا الولي لأنه مؤتمن، لكن مع ذلك يلزم باليمين، يلزم هذا الولي باليمين. لكن لو كانت لديه أموال أخرى غير العقارات وهناك ضرورة لكي ينفق عليهم فهنا يبيع تلك الأموال الأخرى ولا يتعرض للعقار، وإنما يتعرض للعقار كما سلف لو كان لديهم أموال أخرى وسينفق بهذه الأموال عليهم، لكن لديهم عقارات وارتفعت الأسعار وفيه فائدة لهم، هنا له أن يبيع لمصلحتهم، لأنه من حيث الأصل ما حجر عليهم إلا من أجل مصلحتهم، وهذه مصلحة ظاهرة،